بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم سباق العشرين لهذا الموسم، والذي اشتمل على 8 أشواط، وأقيم على كأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة، وكأس الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري، وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب سمو والسعادة وممثلو شركة أسري الجهة الراعية للسباق. وتسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة من الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك بعد فوز جواد سموه أليخاندرو بالمركز الأول في الشوط السابع. فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة بتقديم كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، كما قدم كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة للجياد العربية إلى المضمر الفائز يوسف البعينين، وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة للشوط الرابع إلى المضمر الفائز علي ناصر المؤمن. كما قدم الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل للشوط الخامس إلى المضمر الفائز ألان سميث، وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل للشوط السادس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة. فيما قام المهندس مازن مطر العضو المنتدب لشركة أسري بتسليم كأس الشركة إلى المالك الفائز عبد الرسول حسنين.